وطن منحازون للحقيقة. دول الاتحاد الأوروبي بكل تراثها وحضارتها وعاداتها وتقاليدها وطعامها حضرت اليوم في ساحة المهد في مدينة بيت لحم. هذه القرية الأوروبية أقيمت لمناسبة يوم أوروبا، وهو احتفال سنوي للسلام والوحدة بين دول الاتحاد. نحتفل بيوم أوروبا، ولدينا العديد من الفعاليات سواء في بيت لحم أو يوم غد في القدس أو بعد غد في رام الله، كل ذلك لنعكس مدى الاختلاف والتنوع في أوروبا من شعوب وخلفيات وثقافات متنوعة، كلها توحدت من أجل مستقبل وجمال أوروبا. لدينا اليوم كل الشركاء هنا كي يظهروا عاداتهم وثقافاتهم. يوم أوروبا مهم للغاية لنا، لأنه أطلق حقبة جديدة لأوروبا، حقبة السلام، وأوروبا ترغب في تصدير هذا السلام للعالم أسرع، وفي يوم أوروبا أفضل مناسبة لتصدير هذا السلام. هو يوم بالغ الأهمية لتضامن دول الاتحاد الأوروبي مع فلسطين، هي رسالة مساندة وأمل، لأننا نساعدكم ونحن هنا لدعم الفلسطينيين. القرية حملت زوارها في رحلة إلى مختلف العواصم الأوروبية في آن معا، وهو الأمر الذي لقي إعجاب المواطنين، خصوصا لأهمية التعرف على ثقافات الشعوب الأوروبية. يعني حلو تعرف مين اللي بساعدك. احنا مصيرين نفتح على العالم الثاني اكثر، نتعلم منهم شغلات جديده، طرق حياه، طرق تجاره، تواصل. حلو انه نتعرف على بعض احنا والعالم الثاني، مش غلط، بالذات انه هم موجودين عندنا ومن الناس اللي بتدعمنا، يعني بتدعم الشعب الفلسطيني، فحلو انك تتعرف شو عاداتهم وتقاليدهم وهي الشغلات، لانه هذه عاصمه الميلاد، عاصمه الميلاد بيت لحم، وما يكون كل اوروبا موجوده هون انه فعلا بيت لحم هي عاصمه الميلاد، وهذا هو هي معنى ورمز بيت لحم ورمز الشعب الفلسطيني، انه هو للجميع ومنفتح على الجميع وشعب ومحب للجميع. فهي فرصه جدا رائعه انه يكون في شراكه ما بيننا. ويشار الى ان يوم اوروبا اشتمل على العديد من الفقرات والفعاليات، منها الترفيهيه للاطفال واخرى علميه وثقافيه. يذكر ان دول الاتحاد الاوروبي تحتفل سنويا بيوم اوروبا لاحياء ذكرى اعلان وزير الخارجيه الفرنسي روبرت شومان في العام 1950، الذي اسس ما سمي بالجماعه الاوروبيه للفحم والصلب، وهي النواة الأولى التي شكلت الاتحاد الأوروبي. من مدينة بيت لحم، نزار حبش، تلفزيون وطن. وطن منحازون للحقيقة.